أصدقائي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تسيبوا أحلى لايك عشان أتشجع وأعمل لكم فيديوهات. فيلم النهاردة بعنوان ذا سكين أي ليف إن. عمرك فكرت تغير جلد وشك وتركب جلد تاني ما يتأثرش من بعوضة تقرصه ولا من نار تحرقه؟ والسؤال هنا لكل المشاهدين، لو ده حصل غصب عنك هتتقبله وتعيش في الوضع الجديد ولا هتحارب عشان ترجع وشك كان عليه الأول؟ وبيقولوا لي رأيكم في التعليقات بعد ما تشاهدوا الفيديو. وبيبتدي فيلمنا النهاردة وبنروح لدكتور روبر، أشطر وأشهر جراح تجميل في توريدو في أسبانيا. وفي الوقت ده كان عنده محاضرة كان بيتكلم فيها عن تشوه الجلد الوش الناتج عن الحروق، وبيقول لهم كمان ان ضحايا حوادث الحروق من حقهم ان هم يغيروا جلد وشهم عشان يقدروا يعيشوا معانا في المجتمع، حتى لو كان الجلد ده صناعي ما هو بيفرقش اي حاجه عن جلد الانسان الطبيعي. وقعد يشرح لهم على التغيرات اللي عملها وانه بيصنع جلد اصطناعي معدل وراثيا، والجلد ده هيبقى مقاوم للحريق وبرضه هيبقى مقاوم لاعراض الشيخوخه كمان. وبيقول لهم ان اختراعه ده لما يكمل هيعمل ثوره في صناعه التجميل. وما كانش قدامه الا حل واحد، انه يخطف بنته كان اسمها فيرا وحجزها في البيت عنده وقعد يعمل عليها تجارب كتير. طبعا كان عايز يعرض اختراعه ده للنور، بس المشكله ان هو كان لازم يجرب اختراعه ده الاول على البشر ويفضل حاجزها في بيته فتره طويله، وبيطلب منها انها تلبس حاجه ضيقه طول الوقت، وهي كانت عارفه ان هو حاطط كاميرات في كل حته عشان يراقبها. وابتدوا يتكلموا مع بعض، بس هو كان عارف انه في الاخر هيستغنى عنها وهو هيحاول يقتلها، وفي كل مره بيحاول يقتلها كان في حاجه بترجعه، واللي اتضح في النهايه ان هو معجب بيها. وفيرا هي كمان ابتدت تقرب منه، وده كله كان عشان تنقذ حياتها. بس دكتور روبرت كان شاكك فيها طول الوقت، وكل ما كان بيجي يخرج كان بيقفل عليها بالمفتاح، وكان طول الوقت بيراقبها، وهي كمان كانت عارفة ان هو بيراقبها وكان عندها استعداد تعمل اي حاجة عشان هو ما يقتلهاش. وبعد ما الخدم مشوا من البيت، مدبرة المنزل لقيت ان ابنها بيتصل بيها وبيقول لها انا واقف بره الفيلا افتحي لي الباب، وكان متنكر في زي قطة. فبتقول له انت عامل كده ليه؟ قال لها عشان انا خايف من البوليس، عشان اخر مرة ما كنت بسرق البنك هربت منهم. المهم دخلته البيت وقعدوا ياكلوا مع بعض على الترابيزة، هم بياكلوا وطلب منها ان هو يستخبى عندها في البيت، فبترد عليه وبترفض. اما قال لها خلاص قولي لدكتور روبرت ان هو يغير لي وشي. قامت رد عليه وقايله له ده لو دكتور روبرت عرف اللي انت هنا هيموتك. لحد ما قربت فيرا للكاميرا وهو شاف الوش بتاع فيرا، فافتكر وش مرات دكتور روبرت، وبيطلب من امه ان لازم ينزل لها، وبتروح تجيب المسدس بتاعها بسرعه وبتهدده وبتقول له لو نزلت لها موتك. وبينجح في الاخر ان هو يمسكها وبيربطها في الكرسي وبيحط حاجه بوقها عشان ما تصرخش، وبيلاقي المفتاح بتاع الاوضه المحبوسه فيها فيرا، فبياخده بسرعه عشان يروح لها. الباب بيتفتح في مره واحده، عمت ضربها بالرجل قام خابط في وشه ومقعه على الارض على ظهره، وهي بتحاول تهرب قام ماسك في رجلها وقعد يشد فيها، فضلت تقاومه عشان تحاول تفلت منه. في اللحظه دي دخل دكتور روبرت البيت وشاف فيرا واللي حصل لها، وحكيت له مديره منزله على اللي حصل، قام مطلع مسدسه من جيبه وقام مموت الراجل القطه قبل ما يعرفه. ومديره المنزل كانت عماله تنضف السرير من الدم بتاع ابنها، وبتحكي لفيرا وبتقول لها ان دكتور روبرت وابنها التاني دول ولادها هما الاثنين، بس كل واحد من اب تاني. وقعدت تكمل في تنظيف البيت، وبعد ما نظفت كل حاجه اخذت فيرا وراحوا قعدوا على الكرسي في قلب الجنينه عشان يتكلموا. وبتسالها فيرا وبتقول لها هو دكتور روبرت عارف ان ده اخوه؟ قامت رد عليها وقايله لها لا طبعا ده سر محدش يعرفه غيري وانتي، واوعي تقوليه لاي حد تاني. بتحكي لها وبتقول لها ان هي وجوزها كانوا شغالين في البيت بتاع ابو دكتور روبرت، ومع اول طفل خلفته جوزي سابني وهرب، وبعديها عشت معاهم في البيت وكنت المسؤول عن البيت كله، وكانت مرات ابو دكتور روبرت ما كانتش بتخلف. المهم فضل يقرب مني يوم عن يوم لحد ما خلفنا دكتور روبرت، وده كان سر بينا احنا الاثنين وما كناش قايلينه لاي حد تاني. وطبعا انا كنت المربيه السريه لدكتور روبرت، وفضلنا عايشين مع بعض طول الفترة دي، ولغاية دلوقتي هو ما يعرفش ان انا اكون امه، وفضلت كاتمة السر ده في قلبي ومخبيه عليه الحقيقة عشان ما يعرفش انه ابني. بس دلوقتي دكتور روبرت قتل اخوه وهو ما يعرفش. وفي اللحظة دي انصدمت فيرا من اللي سمعته، وبتسألها وبتقول لها ليه ابنك لما شافني قال لي ان انا شفتك قبل كده؟ وبترد عليها وبتقول لها عشان هو كان فاكرك مرات دكتور روبرت، وبتقول لها ان ابني الاولاني كان عارف مرات روبرت من زمان وكان مصاحبها. المهم عملت حادثة والعربية ولعت بيها، وروبرت جري عليها عشان يلحقها وينقذها، بس للأسف وشها اتحرق كله وفضلت معاه في البيت، بس هو ما كانش عارف يعمل لها ايه. واشتغل روبرت كتير وقعد يعمل ابحاث عشان يحاول ينقذ مراته، وقرر انه يشيل كل المرايات الموجوده في البيت عشان خاطر مراته ما تبصش لشكلها. وفي يوم سمعت بنتها وهي بتغني الاغنيه بتاعتها وهي قاعده في الجنينه، وهي راحت تفتح الشباك فشافت انعكاس الصوره بتاعتها في قلب ازاز الشباك، وقررت انها تنتحر، فرمت نفسها من الشباك ووقعت على الارض وماتت. وده كله كان قدام بنتها اللي كانت بتغني الاغنيه بتاعتها المفضله، وطبعا اترعبت من المنظر ودخلت في صدمة عصبية. وطبعا الدكتور روبرت زعل جدا واتألم، وقرر ان هو يطور من الابحاث بتاعته. وبنرجع لوقتنا الحاضر، روبرت وهو راجع البيت بتاعه بيلاقي فيرا قاعدة مستنياه، فبيعترف لها بحبه
وبيعرض عليها الجواز وانه مش هيقدر يعيش من غيرها، وبيقول لها ما تزعليش مني ان انا غيرت وشك وخليته على شكل وش مراتي الاولانيه. المهم دخلوا مع بعض البيت عشان يناموا. المهم وهو نايم بيحلم من 6 سنين لما كان معزوم هو ومراته وبنته في حفلة، والحفلة دي كانت معمولة لكل الجيران الموجودين في البلد. المهم بنته عجبت بشاب كان موجود معاها في الحفلة. المهم اتكلموا مع بعض واتفقوا ان هم يخرجوا برا البيت عشان يتمشوا شوية. وفي الوقت ده لاحظ دكتور روبرت ان بنته مش موجودة معاه في الحفلة، فلقى شاب على الموتوسيكل بتاعه كان بيجري بسرعة، فقلق اكتر وقعد يدور عليها في الجنينة لحد ما لقى الجزمة والهدوم بتاعتها على الارض، ولقى فعلا بنته مغمى عليها. ولما صحيت قعدت تصرخ، وفي اللحظه دي افتكر ان الولد اللي كان بيجري على الموتوسيكل ده عمل حاجه ببنته وهرب. المهم قعد يصحي فيها وهي كل اللي كانت بتعمله عماله تصرخ. المهم دخلت في هستيريا وندم دكتور روبرت انه اخد بنته مع الحفله دي، ودخلت بنته المستشفى وكل يوم حالتها بتسوء اكتر واكتر، حتى لما كان بيروح يزورها ويقرب منها كانت بتخاف منه وبتخش الدولاب عشان تستخبى، وده اللي كانت بتعمله مع اي حد كان بيخش لها الاوضه بتاعتها، لحد ما في يوم نطت من البلكونة هي كمان وموتت نفسها. ودكتور روبرت بيقول ان الولد اللي شافه على الموتوسيكل ده هو كان السبب. وبنروح للشاب ده وبنعرف ان هو كان مصمم ملابس وكان شغال في المحل مع مامته واخته. وفي يوم الحفلة اللي قابل فيها بنت دكتور روبرت قرر ان هو يخلص الشغل بدري عشان يروح يحضرها، وهناك قابلها وقعدوا يتكلموا مع بعض. المهم خرجوا الجنينة وقعدوا يتكلموا مع بعض، بس كان باين عليها ان هي كانت متوترة، وبسبب التوتر اللي كانت فيه ده ابتدت تقلع الجزمة بتاعتها وترميها على الأرض دومها كمان. في اللحظة دي سمعت الأغنية اللي كانت بتحبها واللي فكرتها بوفاة مامتها قدام عينيها في الجنينة، وقعدت تصرخ تصرخ، والشاب ده بقى يحط ايده على بقاها لحد ما عضته عضة جامدة في ايده ووجعته، قام ضربها في وشها بالبنية قام مغمى عليها، وقام واخد الموتوسيكل بتاعه وسابها وجري وراح وكمل الشغل بتاعه عادي. المهم بعد يومين قرر انه يخرج عشان يقابل صحابه، واخد الموتوسيكل بتاعه وراح عشان يقابلهم، وفي اللحظه دي لقى عربيه كبيره عماله تقرب منه، قامت خبطاه وقعها على الارض، قام طلع له واحد لابس قناع وقام ضربه بمسدس عشان يخدره، ولما فتح عينيه وصحي لقى نفسه في اوضه ضلمه وكان مربوط بالسلاسل. الحال ده لمده يومين، وبعد كده لقينا دكتور روبرت طلع له عمال يتكلم معاه وبيقول له يا راجل انا مستنيك بقالي يومين عشان تخرج من المحل بتاعك، وبيرد عليه الشاب وبيقول له انت مين، فما بيرضاش يرد عليه دكتور روبرت. المهم اخده حماه وكمان كان بيحلق له دقنه، والشاب ده كان قاعد وكان خايف ومرعوب منه وما كانش عارف هو الراجل ده كان بيعمل معاه كل ده ليه، وكل ما كان بيحاول يساله ما كانش دكتور روبرت بيرد عليه، وكان كل شويه كان يخدره ونيمه، لحد ما في يوم خدره ونيمه ودخله اوضه العمليات، وبيجيب دكتور زميله في المستشفى بيقول له ان الزبون ده عايز يعمل عمليه تحويل من ذكر لانثى بس مش عايز يقول اسمه لحد. المهم بيوافق الدكتور زميله انه يعمل معاه العملية، وكان الشاب ده كان عمال يسأله كتير انت بتعمل معايا كل ده ليه، وكان دكتور روبرت برضو ما كانش بيرد عليه، لحد ما في يوم العملية قرر ان هو يقوله، وبيقوله انا بعمل فيك كل ده عشان خاطر اللي انت عملته في بنتي، وانت كمان السبب عشان هي موتت نفسها في المستشفى، وبيقوله انا لسه ما انتقمتش منك انا لسه بعمل العملية. وقعد يقوله الشاب ان هو ما عملش اي حاجة فيها ولا مسها، هي اللي كانت بتقلع هدومها لوحدها، ومرة واحدة قعدت تصرخ وعدت ايديا فضربتها فغمى عليها، بس دكتور روبرت ما كانش مصدقه. وراحت ام الشاب ده بعد ما اختفى قعدت تدور عليه في كل حته، وراحت اسم الشرطه عشان تبلغ باختفائه، وقال لها ان هم لقوا الموتوسيكل بتاعه موجود جنب البحر مرمي على الشط، ويمكن تكون الامواج اخدته في حته تانية بعيده، وانت ما تقلقيش انت واحنا هنكمل بحث عليه. وفي النهايه ما اقتنعتش بالكلام ده وقعدت تدور عليه. المهم العمليه نجحت وكمان غير له وشه وغير جسمه كله وخلاه انثى، وبقى يحكم عليه ان هو طول الوقت ما هو قاعد يلبس بلابس ضيقه جدا. المهم هو بيساعده قام ضربه بالكوع وبعديها بالشلوط وجري على باب الاوضه عشان يفتحها ويجري، بس في النهايه لقى باب البيت مقفول ومش عايز يفتح، وده عشان خاطر دكتور روبرت كان قافله بالريموت اللي كان معاه. المهم مسكه وخلع الماسك اللي كان موجود على وشه عشان يبان وشه الجديد، واللي شكله بقى زي شكل البنت بالظبط واللي اسمها فيرا، وطبعا واللي ما عجبوش الوضع وقعد يقطع في كل الفساتين اللي كان جايبها له، وقعد في اكتئاب لفتره طويله من اللي حصل له. وطول الوقت فيرا كانت بتتفرج على التلفزيون او كانت بتلعب يوجا، وده كله عشان تخرج من اللي هي كانت فيه، ومع مرور الوقت كان فيه احساس جواها وكانت حاسه ان هي واحد ما كانتش واحده، وقعدت تفتكر امها والمحل اللي كانت شغاله فيه والحياه بتاعتها الاولانيه والحريه اللي كانت فيها. المهم في النهايه قبلت الشكل بتاعها وتعايشت معاه، وكان كل يوم كانوا بينزلوا لها الاكل وما كانش في حد بيقابلها، وده كان مجننها عشان كان نفسها تتكلم مع اي حد،
وفي النهاية ابتدت تتكلم مع دكتور روبرت وتعيش معاه، وفي نفس الوقت هو كان مصدوم من التغير المفاجئ اللي حصل لها، وكان طول الوقت شاكك فيها، بس كل مرة لما كان بيبص في وشها كان بيفتكر مراته الأولانية، وده اللي كان بيخليه يلين شوية. ومرت الأيام والشهور وهم عمالين يقربوا من بعض أكتر وأكتر، وكان كل ده عشان تخليه يديها ثقة شوية، وابتدت تعيش معاه كأنها زوجة ليه، وده كله عشان كانت عايزة تحس بالحرية شوية علشان كان على طول حبسها. وفي يوم من الايام بتطلب منه فيرا انها عايزه تخرج بره عشان تشتري شويه حاجات، وبتقول له ما تقلقش انا هاخد معايا مديره المنزل، وعدته انها مش هتسيبه وهتفضل معاه. المهم بيوافق وبيقول لها خلاص روحي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تسيبوا احلى لايك عشان اتشجع واعمل لكم فيديوهات. وقبل ما بتخرج من باب البيت بتلف وتبص له وتعمل له باي باي. وفي الوقت ده جاله الدكتور صاحبه اللي كان مساعده في عمليه فيرا، وطلب منه وقال له ان انا محتاج البيت بتاعك عشان عايز اعمل فيه كام عملية لمدة يومين تلاتة، وطبعا دكتور روبرت رفض. المهم الدكتور زميله دخل وراه البيت وقال له الراجل اللي احنا عملنا له العملية البوليس بيدور عليه، وطلع ان هو مفقود والجرايد كاتب عليه وقام وريله صورته. المهم قال له لو ما اديتليش البيت ده عشان اعمل فيه كام عملية اللي انا عايز اعملهم انا هبلغ عنك. المهم رجعت فيرا من بره ودخلت عليهم المكتب وهما بيتكلموا، وقامت قايله له انا الشاب اللي جيت المستشفى عشان اعمل العمليه، وانا عايشه مع دكتور روبرت بكامل ارادتي الشخصيه، وان هي بتحبه ومش هتقدر تستغنى عنه. وطبعا الدكتور ما لقاش حاجه يقولها، مدلدل دماغه وسابهم وخرج. وفي الوقت ده انصدم دكتور روبرت، بس كان مبسوط، وده عشان انه لقى واحده شبه مراته يقدر يديها الثقه زي الاول. وفي يوم من الايام وهما طالعين عشان يناموا سابته وقالت له انا هجيب حاجه من تحت، وراحت جابت المسدس بتاعه ودخلت عليه الأوضة ومن غير ما تفكر قتلته. وفي اللحظة دي مديرة البيت أخدت المسدس بتاعها هي كمان لما سمعت صوت الرصاص، وطلعت عشان تشوف فيه ايه. وهي داخلة على الأوضة قامت طالعة لها فيرا من تحت السرير مموتاها. ارتاح الشاب راحة كبيرة جدا وافتكر كل اللي كان بيحصل له. المهم خرج من البيت، وهو خارج من البيت كان عمال يفتكر كل اللي كان عم يحصل له في قلب السنين اللي فاتت دي كلها. وفي النهاية خرج وسابهم وقرر ان هو يروح لأمه وأخته، واللي ما كانش عارف يقول لهم ايه بالظبط. وبعد ما جت لاخته قعد يكلمها ويقول لها انا اخوكي بس حصل لي حاجات ولازم تسمعي القصه بتاعتي. المهم في النهايه صدقته وكانت مستغربه ازاي اخوها يتقلب في لحظه، ودخلت عليه امه واللي حكى لها اللي حصل، واللي كانت هي كمان مستغربه. ودي كانت نهايه فيلمنا النهارده. سلام.